الوسيله هذه تاع الشعبي في يعني في الشارع يعني احسن من كون مثل نكون حر من ناحيه الحريه صتها احسن من اللي نكون في القاعه. من لا يدري واحد في البيان الصيبه فيه عشر جمعان، علاش الناس طباحوا كل واحد يقول من عندي يا فلان، القلوب قساحوا والحسود قداوني راه. كي نغني شعبي في العاصمه نصيب روحي اكثر من اللي يكون في البلاد، باسكو هنا الجمهور يقولوا حنايا ينسجم معايا. داكور بون، المشكل اللي صار مع السلطات كو هاد الحاجه ما كانتش كاينه، ما كانتش تكزيستي. ان بوليس ان فونكسيونير جا ان اوردر قال له باللي واحد يخدم برا وما عندوش رخصه ويدخل في دراهم، ما يقدرش يشوفها من كوتي تاع باللي ان ارتيست راه يغني بور لو بليزير، اللي يحب يمدلو يمدلو، اللي ما يحبش يمدلو. جو ديفوني لو برومي ارتيست اللي عطاو له لوتوريزاسيون، جو في فيار سا. دوك كاين بزاف ديز ارتيست اخرين ما يغنوا برا، الحمد لله على كل حال. خيرت انا هاد الحاجه علاش؟ خاطرش لقيتها حاجه الاولى جي غاني ما فيش ولا ندخل ندخل، هذه حاجه الاولى، ومام طوني ندير في الحاجه اللي نحبها. تكون اكيد في الشارع تكون صعوبات، هذه مفروغ منها، بصح الحاجه الايجابيه هي تكون يكونوا دائما كاين لي زيدي، يعطوني الناس لي زيدي سواء ديريكتومون ولا انديريكتومون، يعطوا لي لي زيدي بخدمه اللي جابوها نخدمها ندي من عندهم. انا حبيت نقول باللي هاد الشباب اللي خرجوا للشارع مدوا فرصه شباب واحد اخرين يعني باش يقدموا الشيء اللي عندهم باش يوروا لي طالون ديالهم. صافي بليزي كي نخرج هكذا نسيب سيرتو لي ديسيناتور ولا شونتور ولا نسيب لي باسكيتور ولا نسيب الناس دايرين جو سي با دي لوازير هكذا، صافي بليزير تحسي باللي البلاد مازالها حيه جزائريه حيه وسي سي انترناسيونال تشوف هكذا ونورمالمون كاين اون بلاص نسيبو فيها كاع لي زارتيست. داك الخاطر يا كل خاطر،